مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رئيسيات. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نستعرض لكم إنجازا تاريخيا مميزا، إنجازا نقش باسم مزنة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، التي جاءت بالشعار العنابي بالكريات البيضاء وبقيادة المضمر المرعب ناصر بن مسفر الشهواني المضمر، الذي قاد مزنة إلى تحقيق الإنجاز في عام 2001. مزنة استطاعت أن تحرز هذا السيف الغالي، وكان شوطها شوطا قويا، كان شوطا مميزا، وكان حدثا استثنائيا. مزنة التي عرفت بأنها من أقوى المشاركات في هذا الشوط، وأتذكر بأنها كانت من أبرز المرشحات لانتزاع ذلك السيف، وبالتالي استطاعت أن تحرز هذا السيف، وكان الترشيح في مكانه وفي محله. دعونا إذن نستمتع بهذا الشوط مع مزنة ومع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، وهذه انطلاقة سيف الأمير المفدى حفظه الله. السيف لمن يا هل ترى؟ هل يمسي السيف على أرضية ميدان الشحانية، أم يغادر طائرا إلى الإمارات، أم يغادر طائرا إلى المملكة العربية السعودية، أم يغادر إلى الكويت، أم إلى سلطنة عمان، أم إلى البحرين؟ الى من سيكون الشرف؟ سنرى منافسة بلا شك، سنتابع مع قائدنا ووالدنا امير البلاد المفدى حفظه الله منافسة شريفة على سيفه الغالي. يا سلام، وجوائز هذا الشوط اضافة الى سيف ذهبي من امير البلاد المفدى، سيارة تويوتا في اكس ار مقدمة من قطر للبترول، اضافة الى الزعفران الذي تطلى به المطية ويدهن راسها تكريما لانجازها، ومن ثم المركز الثاني 50,000 ريال، والمركز الثالث 40,000 ريال جائزتها، والمركز الرابع 30,000 ريال، والمركز الخامس 20,000 ريال، وهي الخمس مراكز التي لها انجازاتها ولها عاداتها ولها جوائزها في هذا المهرجان. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ونرى مقدمة الشوط. ارى مقدمة الشوط ومقدمة العشرة الكيلو مترات، وهذه ند الشبه. يا سلام، ند الشبه، ند الشبه تحمل اسم ميدان الامارات، تحمل اسم ميدان الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وهذه ند الشبه لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر السيد ناص احمد بن حماد المحيربي، نراها على شاشة التلفزيون، نراها على شاشة التلفزيون، وتنافسها مزنة، تنافسها مزنة، تنافسها مزنة. يا سلام، يا سلام، مزنة لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني، وسنرى المزيد من الإنجازات، المزيد من المفاجآت. ودعوا ند الشبه ودعوا مزنة في شأن خاص في مقدمة الشوط، وتقدير وترحيب بضيفتنا الكريمة وبمزنة في المقدمة، بينما كيلومترين على بداية انطلاقة. وأرى المركز الثالث شقرة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد عبد الله بن نايفه الهاجري، المركز الرابع غصابه، وهي غصابه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وزير الماليه والصناعه نائب حاكم دبي بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، يبعث لنا شعاره على ظهر غصابه حفظه الله، ونرحب باجمل ترحيب في الشحانيه، ونرى ضمنها فيصل بن طالب بن شريم، بينما ساتراجع لارى المركز الخامس من نصيب
الفائزة بالفعل من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لسمو الشيخ محمد بن راشد سعيد مكتوم، وعليها ترشيحات قوية وردتنا من الإمارات واتصالات، وفي مقدمة المرشحين السيد يمعة أيضا بن عامر بن حمود بن دعوز منصوري، وأيضا سعيد بن عامر المنصوري، وكذلك سالم سعيد بن عامر السويدي، وفائز بن غفان الجابري. هذولا يرشحونها، هؤلاء كلهم يرشحونها، يرشحون الفائزة للفوز بسيف الأمير. وأنا أعدكم بوصول أسامي إلى هذا الشوط ومشاركتها فيه، لم يحن موعد دخولها إلى مقدمة شوط وإلى المراكز الخمسة الأولى المتنافسة، وهي الأقرب لسيف صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والذي يرعى هذا السباق بشخصيته الكريمة في المنصة. هذه أيها الإخوة آخر شوط في هذا المهرجان، آخر شوط في هذا المهرجان، ودمتم طيبون. آخر شوط وباي باي للشحنية، باي باي. آخر شوط، ولكن والله عن 20,000 شوط، والله عن 20,000 شوط بالدولار بعد أو بالجنيه الاسترليني. الشوط شوط السيف، السيف 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 لمن يا هل ترى؟ السيف لمن؟ السبعة كيلومترات الأخيرة، وند الشبة، ند الشبة تحمل اسم ميدان، ند الشبة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وهذه اللي أحدثت توقيت 16 دقيقة و45 ثانية بالعشرة كيلومترات، لم يحدث تاريخيا، لم يحدث تاريخيا في سباقات. ومضمرها مالك كسمو الشيخ محمد راشد سعيد مكتوم، مضمرها السيد احمد بن حماد الحيربي، مرحبا بها، ومرحبا بمزنه اللي تنافسها بالمركز الثاني وفي طريقها الى منافستها بالمركز الاول. مزنة لها المزيد ايضا من الانجازات والمفاجآت والتوقيتات الزمنية الهائلة الخيالية. تهانينا على ما قدمته، وانتظروا ايضا مفاجآت اخرى لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني، انضم السيد ناصر مسفر الشهواني او لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ضمنها السيد ناصر بن مسفر الشهواني الان تحتل المركز الثاني وهي على الكادر الفغاني. وفي المركز المركز الثالث غصابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضم السيد فيصل بن طالب بن شريم، لا يستهان بها وانتظروا مفاجآته. وعليها ترشيح خاص من عبد الله بن مجاهد العتيبي من الامارات، يتصل بنا ليرشحها للفوز بسيف الامير المفدى. المركز الرابع شقرة، وهي شقرة، وشقرة خطيرة شقرة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد دبي بمدينة دبي هناك، ومضمر شقرة اللي تحتل المركز الرابع السيد عبد الله بن نايفة الهاجري. والفائزة وصلت واحتلت المركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوب، المضمر السيد عبد الله بن نايفة الهاجري. هذه الفائزة معروفة بلا معرفين، شخصيتها معروفة، فازت بكأس عام 2000 لسن الثنايا الأصايل المفتوح، هذا يعني يؤهلها للفوز بلا شك. انتظروا المزيد من أسامي، انتظروا اقتصاد، انتظروا هوايل، انتظروا الشحانية، انتظروا أرباب مزنة، انتظروا الأسامي الكبيرة المشاركة معانا في هذا الشوط من الذلال، انتظروا كثيرا من أسامي شعارات ضيوفنا الكرام. أيها الإخوة، وتقدمت مزنة، وتقدمت مزنة، وعلى فكرة يا اخواني مزنة 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 لسمو الشيخ سمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة، احلى مزنة، احلى مزنة، وفي يوم مزنة، في يوم مزنة، هذه مزنة مالكها سمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وفي التضمير السيد ناصر بن مسفر الشهواني، وفي المركز الثاني نقله إلى المركز الثاني لأرى الفارق بين مزنة والتماس المركز الثاني. المركز الثاني، انتظروا المفاجآت، انتظروا المفاجآت، التماس 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 لسمو
لسمو الشيخ او ند الشبا، كان اسمها التماس، كان اسمها التماس، الان ند الشبا وتحمل شرف واسم ند الشبا لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ينضم السيد احمد بن حماد الحيربي في المركز الثاني، ديروا بالكم عليها وانتظروا مفاجآت اللي في المركز الرابع، شقره لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ينضم السيد عبد الله بن نايفه. وفي المركز الخامس ايضا الفايزه في المركز الخامس لا في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، المضمر السيد عبد الله بن نايفه. وهذه هي هوايل، يا سلام، وافاجئ بشعار سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني على ظهر هوايل، واللي ستبقي السيف في الشحنيه، ستبقي السيف بمشيئه الله في الشحنيه، هوايل سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني، ومضمرها ناصر بن اسود، وتليها شعارات خطيرة من ضمنها وأهمها أيضا شعار سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني ولي العهد الأمين، وشعار سمو الشيخ عبد الله بن خليفة واقتصاد ومزنة وأسامي، وأيضا أسامي غصاب، يا سلام، كم بعد لكم، كم بعد لكم من أسامي ذلل السبق اللي ما في وحدة ما لها إنجازات كؤوس، ما في وحدة مشاركة معانا في هذا الشوط ما لها إنجازات كؤوس، انتظروا انتظروا، المفاجآت كثيرة في السباقات، المفاجآت كثيرة في السباقات، وهذه مزنة من فردة تلقائيا لسمو الشيخ، كنت أنادي باسم سمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة ومن ثم سمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة، وفي هذه المرة تصل لي معلومات بأن مالكها في هذا المهرجان هو سمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، كلهم إخوة حفظهم الله أنجال سمو الشيخ عبد الله بن خليفة رئيس مجلس الوزراء. ويلا يا مزنة، السيف، السيف يلمع والقلوب ترقع، السيف يلمع والقلوب ترقع والعيون تدمع، الله، وكل ذلول في هذا الشوط تربع، الله 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 الله، ما في دليل اليوم، متلاي ما شيء ابدا ابدا، وما فيه يم ارحميني، والله لو يمر على يمينك ابوك ولا عمك ولا امير البلاد المفدى الغالي، الله، والله بتقول له سوري بابا، بتقول له سوري بابا، سوري انكل، سوري براذر، الله، السيف مطمع، السيف مطمع، وشعار مهرجان، وحرك مزنة يا ناصر، حرك ال حرك شو اسمه حرك مزنة، حرك مزنة، حركها 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 لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد الثاني، مشاعرنا تجاه السيف، وهل يكون شحاري أم يكون شيء ثاني؟ الله، المركز الثاني بينها وبين مزنة 100 متر أو 80 متر على الأكثر أو على الأقل، اللي هي الفائزة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، انضم السيد عبد الله بن نايفة. المركز الثالث التماس، لا لا شو اسمه، ند الشبا لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، انضم احمد بن حماد الحيربي. الرابعه مزنه، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، يا سلام يا سلام، هوايل ومزنه، يا اياتكم يا اياتكم، يبن السيف يبن السيف يبن السيف، الله، هوايل هوايل شبدها بيضة، لها ايام ما ذاقت سيف، لها ايام تبى سيف، ما تقيض الا على سيف، ما تقيض هوايل الا على سيف، ومزنه والفايزه كلهن سبق ما يقيضن الا على سيوف، ولكن النهايه والحدث الاخير هو الحدث الواقع المعروف، وامام امامنا 3 كيلومترات، وما زالت مزنه سيدة الموقف وسيدة المهرجان وسيدة الشوط وسيدة السيف لسمو الشيخ محمد لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد الثاني. انضم السيد ناصر بن مسفر الشواني، وحركنا يا اخوي حركنا، احرقت اعصابنا في شوط الالطام، والله يا ابو مسفر احرقت اعصابي في شوط الالطام، ولكن والله بيض الله وجهك، بيض الله وجه الالطام، بعد ما قصرت وكفيت ووفيت في شوط الزمول كما المحيربي كفى وفى، وفي شوط الصحراء في شوط الذلال الاول ما قصروا اخواننا المضمرين، وشعارات اصحاب السمو الشيوخ والله على عيني وعلى راسي، سواء كانت هنا ام هناك، سواء كانت من هذا الوطن الغالي ام من اوطاننا الغاليه في دول مجلس التعاون الشقيقه، يا سلام
السيف سيمسي في الشحنية. السيف حطوا له في هذاك 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 المخمل العنابي في 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 بيت السيف، في بيت السيف حطوا له منام في عزبة مزنة، حطوا للسيف منام في عزبة مزنة لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني انضمر السيد ناصر بن مصفر الشهواني. يا ابو مصفر حرك، يا ابو مصفر وصلت الفايزة، وصلت الفايزة في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوم المضمر السيد عبد الله بن نايف الهاجري هوايل في المركز الثالث لسمو الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر السيد ناصر بن مصفر شواني ومزنة أرباب مزنة مديرة أعمالي مزنة لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني في المركز الرابع مضمرها السيد ناصر بن مصفر الشهواني. وفي المركز الخامس الخامس اقتصاد حق صاحب السمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني شعار ولي العهد الأمين قادم للمنافسة ومضمر اقتصاد السيد ناصر بن مسعود الهاجري. الله والسيف شحاني يا هل ترى، يا هل ترى السيف شحاني؟ والله اظن شحاني، اظن ان شاء الله شحاني 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 شحاني. يا سلام يا سلام مزنة، حركها حركها بوسفر، حركها 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 شبابنا، شباب الشحنية معاك، شباب الدوحة معاك، شباب قطر معاك، شباب الخليج معاك، شباب الباص يأشر لك بأرايله بأنتلين طوال. يحيي مزنة ويحيي شحانية، وأنه لا يسرني إذا استمرت إن شاء الله مزنة، إذا استمرت مزنة الصغيرة هذه سمونها صغيرة مهما كبرت لما لها من انجازاتها القوية، فهي موهوبة 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 بالسيوف، موهوبة بالذهب، موهوبة يا اخوي يا ابو مصفر. وتهانينا اذا 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 الله كاتب لي. يا سلام يا سلام يا سلام مزنة والثانية مزنة، ولا مزنة صغيرة ومزنة الكبيرة، مزنة الله مزنة الصغيرة ومزنة العودة مزنة. السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني بلا شك ولا غبار على هذا العرض وهذا الإنجاز. والسيف شحاني، السيف شحاني، السيف يمسي ويبات على أرضية ميدان الشحانية. وبالناموس ومزنة صغيرة، شباب المستقبل، شابة المستقبل، فتاة المستقبل، فتاة الميادين. الله مهما كبرت لن تكبر، مهما كبرت لن تهرم مزنة. ما شاء الله تبارك الله، السيف وقامت المنصة. وتهانينا أزفها إلى مقامي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأخوة أيها الحفل الكريم، وإلى مشاهدينا في كل العالم في أنحاء العالم في المعمورة في الدنيا في أمريكا في الصين في 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 في, في, في اليابان في نواكشوط في روسيا في الهند في النيبال في كل بلد في العالم. يا سلام والسيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني. الله يا مزنة، الله يا مزنة، الله 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 الله. كم تسوى هاللحظة، كم مرورا بالمنصة وبالأمير الغالي. السيف شحانية، السيف مزنة ومزنة سيف، السيف مزنة ومزنة سيف. ولا يسعني إلا أن أرحب بمحمد اللنقاوي. هذا هو شوط مزنة التاريخ، مزنة الذهب، مزنة النواميس اللي فازت بسيف أمير البلاد المفدى وكان حدثها تاريخيا وقويا. إذا هذه مزنة وهذا شوطها، ولكن دعونا الآن نتعرف على قائمة الشهود الذين تابعوا ذلك الإنجاز وتابعوا ذلك الحدث التاريخي، ونستمع إلى ما قالوه الشهود حول فوز مزنة عام 2001. مزنة الصغيرة كما يطلق عليها الشاقة في الشحانية تنحدر من سلالة العاصي بنت العاصي ومن إنتاج سيدي سمو الأمير، حصلت على سيف سيدي سمو الأمير في الشحانية عام 2001. وأذكر كان معها يمكن في الشوط حوالي 35 مرشحة، وكانوا الأشقاء نازلين بقوة في الشوط من دولة الإمارات ومن الدول الخليجية المشاركة.
مزنة صغيرة من أهم الهجن القطرية التي عرفتها ميادين دول مجلس التعاون. مزنة صغيرة أنا أتذكر يعني كانت من ندر الهجن في الشكل وفي الأداء وفي السبق وفي التيمات، وكانت مملوكة لأنجال سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني آنذاك، وكان مضمرها ناصر المسر الشهواني. أتذكر في عام 2001 حصلت على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وكان فيه منافسة صراحة، وكان فيه هجم معها مرشحات للسيف، منها الفائزة ومنها هجن يمتلكها الشيخ محمد بن راشد. وأتذكر أنها قامت مع الأولى من الأمتار الأولى، وبعدين انفردت في الشوط، وحتى يعني انفردت وخذت السيف بكل جدارة واستحقاق. ومزنة حاصلة على رموز، وليس واحد ولا باثنين، حاصلة على مركاض التحدي، وحاصلة على مركاض سيف الأمير، حاصلة على اشتاد الذهبي، وناقه سبوق ما فيها كلام، وانتاج قطري وما فيها كلام. ناقه كانت لها بصمة قوية في الميادين. كان معها في الشوط ند الشبا، ورايحة معها في الشوط بحكم انها تقوم ند الشبا، ومزنها في نفس الوقت كانت قوامة. فمزنها استلمت الصدارة بعد 4 كيلو، بعد منافسة شديدة مع ند الشبا. ولد الشبا مملوكة للشيخ محمد بن راشد المكتوم، كان يضمرها أحمد بن حماد المحيربي، وكان معاها بعد شقرة، أذكر شقرة عند الأخ عبد الله بن نايفة، وكان معاها قصابة الحمدان بن راشد المكتوم، الشيخ حمدان بن راشد، فمضمرها فيصل بن طالب بن شريم. فمزنا بعد 4 كيلو، الجماعة كانوا يظنون ناصر بن مسفر كان موديها زريق للهوايل، اعتقد هوايل كانت في الشوط. فمزنها كملت المسافة وكسرت جميع التوقعات، وحافظت على سيف سيدي سمو الأمير سنة عام 2001 بتوقيت زمني مقداره تقريبا 17 دقيقة و18 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. ولها شهرة ولها جمهور يحظى بها، ونشفق دائما على مشاركات مزنة في وقتها، وهي نار على علم معروفة، جميع مشاركاتها قوية وتيماتها دائما تفرق على جميع الحلال. مزنها الصغيرة الآن فيها مزنها الكبيرة، في كلها على قدر من 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 التميز والجمال. فمزنها الصغيرة كانت بكرة غزالية، وما هي من أكبر الهجن، رغم أنها كبرت في السن، إلا أنهم يسمونها مزنها الصغيرة، وأعتقد أنها إلى الآن في الإنتاج يسمونها مزنها الصغيرة، فعشاقها عرفوها باسم مزنها الصغيرة. ومزنها من الهجن القطرية اللي رسخت في ذاكرة تاريخ الهجن وفي ذاكرة عشاق الهجن وملاك الهجن. مزنها الصغيرة أعتقد أنها يعني عملة نادرة ما راح تتكرر إلا بعد فترة طويلة، وإن شاء الله تتكرر، إن شاء الله عندنا مزون مهم مزنة واحدة بإذن الله تعالى. الحديث إذن يطول شرح حول إنجاز مزنة وحول أدائها المتميز والمتفرد في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. مزنة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني أوجدت لنفسها تاريخا كبيرا في مختلف المحافل وفي مختلف الميادين. إلى هنا نكون قد وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي كانت عن مزنة مع الشعار العنابي ومع المضمر المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، تقبلوا من فريق العمل أجمل وأطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.